الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الله فلا تستعجلوه. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق.
تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة. فإذا هو خصيم مبين. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يا رب يا رب الله أكبر. وتحمل أثقالكم إلى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز. ولو شاء فعلى الله قصد السبيل ومنها جائز. ولو شاء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شرع ومنه جر. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والقمح.
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
Well,
ليحملوا أوزارهم كاملة
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أساء ما زروا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة عدن يدخلونها تجري
But
إن في ذلك آيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة قل للناس
فما الذين فضلوا
الله يكرمك الله يكرمك زي ما كرمتنا كده. إن الله على كل شيء قدير. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يسترون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موزن. أينما هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كمن أنبت إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
Thank you.
الله